من القاموس السياسي: محكمة العدل الدولية، مصطلح لمع خلال التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة من خلال الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. محكمة العدل الدولية هيئة قضائية دولية تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ويطلق عليها أيضاً اسم المحكمة العالمية. يتمثل دورها في تسوية النزاعات الدولية التي تعرض عليها من طرف الدول في إطار ما يسمى القضايا الخلافية وفقاً للقانون الدولي، مع إبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية التي تحيلها عليها أجهزة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المخولة. جاء تأسيس محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة بصيغتها الحالية بعد عدة محاولات سابقة لإحداث مؤسسة دولية تقوم على تسوية النزاعات الدولية بطريقة سلمية. أنشئت محكمة العدل الدولية عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكانت أولى جلساتها الافتتاحية عام 1946. تسعى المحكمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في قراراتها وأحكامها. لعبت المحكمة دوراً مهماً على مدار 6 عقود بتطوير وتنفيذ القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. يقع مقر محكمة العدل الدولية بقصر السلام بمدينة لاهاي جنوب هولندا، وينتخب أعضاء المحكمة من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.